الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. في موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الاستثمار في الطاقة البشرية. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية وربطها بالطرق والمحاور وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية. يأتي ذلك فيما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له، كما اطلع على تطورات تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير المواني البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا. وخلال تفقده اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، وبذل أقصى جهد للتخفيف عن آثار الكارثة الإنسانية، إلى جانب تجهيز حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء الليبيين أي أعباء. تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار. وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق المستمر مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة والهلال الأحمر الليبي يهدف لحصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب انهيار البنية التحتية. وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين، وتم نقلهم جوا إلى أرض الوطن. أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأهالي المفقودين المصريين في ليبيا التواصل مع الوزارة وإرسال بياناتهم حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين. ودعت الوزارة في بيان للإبلاغ عن بيانات المفقودين، وذلك عبر موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتساب الظاهرة على الشاشة. تنعقد اليوم جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي ضمن الحوار الوطني، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة. وتستهدف الجلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وأيضا تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية. احتفاء باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، تدشن إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج. ومن المقرر أن تبدأ التغطية الخاصة في النصف النهائي الثاني من شهر سبتمبر، تمتد طيلة شهر أكتوبر عبر بث الأفلام والبرامج والسلاسل والوثائقيات والترفيهية عن معلومات وحقائق لم تعرض من قبل، وتقدم مشاهد تلفزيونية خاصة تخرج للنور لأول مرة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا زلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة، فضلا عن 5674 إصابة. وأوضحت الداخلية المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة في إقليم الحوز و980 حالة في إقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم التي ضربها الزلزال.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بلغورد الروسية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوفد الروسي لمحادثات فيينا بشأن الأمن العسكري كوستانتين جارفيولف أن رد روسيا على الشحنة الأمريكية المحتملة لصواريخ أتاكامز الباليستية التكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا لن يستغرق وقتا طويلا. وأضاف أن محاولات بعض الدول الغربية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعزل روسيا لا جدوى منه وستؤدي إلى نتائج عكسية.